نرحب بالإخوة الحضور بمقاماتكم السامية. نرحب بكم جميعا السادة الحضور، الجالية السودانية بطرابلس، الفعاليات الشعبية التي درجت كل عام على الاحتفال بذكرى هذه المناسبة العزيزة في نفس كل سوداني خارج أرض الوطن، بضرورة الاحتفال بصورة تليق وتجسد فيها تضحيات الآباء والأجداد. لولا السودان والجهد اللي عملوه معانا الرئيس السوداني والشعب السوداني، وكانوا الحقيقة امتداد، كانوا الحقيقة امتداد لينا، وكان بصمت ساعدونا بصمت من غير ضوضاء، من غير إعلام، من غير، كان الحقيقة يعني نحن لن ننسى أبدا وقفة الشعب السوداني في نجاح ثورة 17 فبراير. وعاش الشعب الليبي وعاش الشعب السوداني. أهلا من جديد وتحايا عبر المراسل لكل الجالية السودانية في ليبيا. هننتقل معكم عبر أشواق وتحايا من نواكشوط السودانيين المقيمين هناك إلى كل أهلهم في السودان عبر كاميرا المراسي إلى نواكشوط. يسعدني في مستهل هذه السانحة أن أتقدم بالتهنئة الحارة لكافة الشعب السوداني بمناسبة عيد الاستقلال الذكرى 57، وأتقدم بالشكر الجزيل لتلفزيون جمهورية السودان وبرامج مراسي الشوق. وطبعا أنا موجود في موريتانيا منذ 2001، والحمد لله متزوج يعني من البلد، وعندي بنت ولد اللي هي سلوى ومحمد الصغير، وزوجتي اللي هي حياة. وطبعا الواحد ما بيحس بأنه غريب في موريتانيا، يعني كيف انه وسط اهله واحبابه، والواحد يعني بيستغل هذه الفرصه ويهدي تحياتي لاهلي في خرطوم بحري، ديوم، الاخت سلوى وسلمى وسليمان وخالد،
كمان برضو بهدي تحياتي لأهلي في بري أبو حشيش. أنا بهنئ الشعب السوداني بعيد استقلال ذكرى 57، بتمنى لهم إن شاء الله التقدم والازدهار يعني، وسلم على أهل أولادي في السودان في أش أحمد في أي بلاصة بري بحشي صح، ونسلم عليهم كلهم ونبقيهم يخلصوا البرنامج ويشوفوا أولادهم سلوى ومحمد. عبد الوهاب الطيب عبد الوهاب من أبناء الفاشر، وهنئ الشعب السوداني بعيد الاستقلال المجيد، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. كما أهدي تحياتي وأشهاقي إلى الأهل بالفاشر، الأخ محمود الطيب عبد الوهاب، والأخوات آمنة وعاشة، وكل ناس البيت والوالدة، وكل الأسرة بالفاشر، والأخوات دار السلام الطيب وزينب الطيب وأولادها، وكل ناس الفاشر. وها نحن في برنامج مراسي شوق في قناة السودانية، وأهني الشعب السوداني وأقول لهم أيها الركب الميمم أرضي، أقري من بعض السلام لبعضي، إن جسمي كما علمت بأرضي، وفؤادي ومالكيه بأرضي. أحب متابعي برنامج مراسي الشوق، كاميرا مراسي الشوق من نواكشوط، ونحن حضور في احتفال السفارة السودانية بمرور 57 عام على استقلال السودان. كانت هذه الجلسة الطيبة للشعراء الموريتانيين والشعراء السودانيين عبر أمسية شعرية أقيمت على شرف احتفال السودان ب 57 عاما من استقلاله، وكان لكاميرا مراسي الشوق أن تصطاد أمير الشعراء في موريتانيا سيدي محمد ويلبامبا، وهو يتحدث ويلقي التحية على كل أهلنا في السودان. شكرا جزيلا. حقيقة أتشرف بزيارة السودان من خلال زيارة وفد السودان لموريتانيا. دائما حينما يعني التقي بالسوداني او السودانيه، او حينما اشم عرق السودان، اتذكر الدارج من الايام، بمعنى انني الصوره التي كانت في ذهني عن السودان من خلال اصدقاء السودانيين في الدوحه، ومن خلال اصدقاء السودانيين في المشرق عموما وفي موريتانيا، هذه الصوره لم تتغير، وأظن أنها لن تتغير، ما زالت هي الصورة التي تنم أو تعطي فكرة لوك معين أنه الشعب السوداني وهذا الشعب الأصيل الأبي المحافظ على جدارية الهوية والثقافة، على جدارية اللغة، على جدارية الثوب، على التواصل العروبي القومي الإفريقي. لذلك أعتقد أن الصورة في السودان لا تتغير في ذهني ولن تتغير، كما حتى من خلال الانطباعات الأولى قبل أن نزور السودان، وحتى بعد ما زرت السودان 3 مرات أيضا ظلت الصورة تزداد هوامش أخرى تضيف حبا وعمقا وتواصلا واحتراما لهذا الشعب وهذه الأرض. وأعتقد أن أقرب شعب إلى السودان أو إلينا نحن على الأقل هو الشعب الموريتاني، من ناحية العمامة ومن ناحية الثوب، وحتى بعض الطقوس الاجتماعية التي تقام في سواء في الأعراس أو في الأسماء أو في العقائق. لذلك أنا 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 أعتبر نفسي سوداني، حتى مذهب الديني وحتى من ناحية التصوف يعني أيضا حركة الصوفية. لذلك أعتقد أن الشعب السوداني ليس غريبا في موريتانيا، وليس غريبا حتى على الموريتاني نفسه أن 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 يعني يسأل عن السودان. لذلك لدي قصائد كتبها للسودان ربما حين الوقت لألقيها، فتحيتي للسودان وأهلا بكم في السودان، ونعتبر أن هذه بشارة خير وجسر يجب أن يمتد دائما من خلال الإعلام. لذلك أنا أطالب بالتواصل الإعلامي بيننا وبين السودان، أطالب بهذا التواصل على الأقل في المجال الثقافي. عشنا الحياة على مر القرون، لنا مودة شاهداها القلب والكلم، من يلقى منا أخاه الفرد في بلد يعرف تقارب شعبينا وحبهم، من شاء ينطق للسودان لهجته في أرض شنقيطة يعذب عندها النغم، والحال تشبهها إن شاء غائبنا إلى الجماهير في السودان والتأم. حي القوافل من شنقيط راجلة تهم بالحج والصحراء تلتطم،
حجا إلى البيت أم حجا إلى بلد خرطومه تستبيهم كلما قدموا. الزي يشهد أن الله قاربنا بعضا لبعض، ففي الأزياء منسجم، ففي العمائم سر جامع نسجت خيوطه صلوات الأهل والحكم. هذه التراتيل أجواء تواشجنا، وما التراتيل إلا فرحة وفم. هذه التراتيل أجواء تواشجنا، وما التراتيل إلا فرحة وفم. دال هم عصب نزاع قوم بذات الله أحباب، لهم بيعرب والإسلام معتصب معتصم، والحب في الله أحساب وأنساب. أزكى الصلاة على المختار ما اتلقت في نصرة العرب والإسلام ما اتلفت. أزكى الصلاة على الإسلام ما اتلفت في نصرة العرب والإسلام أصحابه. تحية لوليد زاهي الدين وأيضا لكل الجالية السودانية المقدمة.